عنف الأجهزة الأمنية في العراق لم يعد مقتصرا على نشطي التظاهرات والمعتقلين بذريعة الإرهاب، بل تعداه إلى التعامل بوحشية مع أي معتقل ينتقد الحكومة وسياستها. علي مبارك الشمري شاب من البصرة، لم تطل مدة اعتقاله إلا 3 ساعات، وبعدها أعيد إلى أهله، ولكن جثة هامدة عليها آثار التعذيب. أنا عم الشهيد علي مبارك فهد سرحان الشهيد قاسم الشمري. الصبح خابرني أخوه اللي هو فهد، قال عمو أخوي كاظينا بالمستشفى، تعالي. قلت له هسه شوي على ما بدل أجي لك. ورا شوية خابرني قال عمو المستشفى جاي تقول لي أخوك ميت. قلت لهم وينه؟ قالوا بالمركز. نروح للمركز يقولون بالمستشفى. هاي حكي ابن أخوي خطية، يقول أروح للمركز مال برضعية يقولون بالمستشفى. أجي للمستشفى يقولون بالمركز. رحنا النوبة للمركز قلنا لهم عم شيني، قال والله المستشفى ودتنا انه ميت. اعتقال الشاب كان بسبب مشادة كلامية بينه وبين شرطة حماية المستشفى التعليمي في البصرة، وسلم للنجدة وتم نقله لمركز شرطة البراضعية، حيث تعرض لتعذيب شديد قبل أن يفارق الحياة. والله بالنسبة لنا جاءنا الخبر الساعة 7، قالوا بنكم كاظينا من مركز مستشفى التعليمي، الشرطة مال المستشفى التعليمي. فحضرنا وهاي رحنا المستشفى، الساعة 8 جاءنا الخبر قالوا متوفي. زين الشهود الموجودة قالوا عدل، هذا شفناه لزمة المستشفى عدل متوفي. فأثناء الوفاة سألنا أهل المستشفى ما يعطونا خبر، قالوا احنا كان عندنا عدل ونالينا مركز الشرطة البراضعية. اجت مركز الشرطة البراضعية سلمناه لهم اثنين، هم واحد غريب وواحد ابن اخونا، فخذوهم الشرطة اثنينهم عدين المركز البراضعية. فساعة رجع واحد منهم متوفي. ويرى أهل الشاب المغدور أن الحكومة بعد أن حرمت العراقيين من حقوقهم الأساسية دخلت في مرحلة قتل كل من يطالب بهذه الحقوق. هسه الكهرباء طافية ما يخالف، حقوقنا كتوها ما يخالف، اندهرنا ما يخالف، النور تاليها ما تاليها تردون على وردنا شباب تقتلونه؟ هذا مو دولة، هذا مو قانون. تؤكد قضايا القتل تحت التعذيب استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، وهو ما دفع نقابة المحامين في العراق إلى الدعوة لتدويل قضية تعذيب وقتل المعتقلين لمحاسبة مرتكبيها في ظل استحالة محاسبتهم محليا في الواقع السياسي الحالي.